اي بس انت ورثته خلاص، تقعد داج وتاخذ بنات الناس برلين عشان ورث اجدادك وابائك. لا والله لا كان اللي اقعد حياتي مدود. كلها، اسمعي والله لا كان حياتي كلها اقعد عزابي، فلا بيعترض بي وجدادي. الله ايوه في بلادنا، البلاد حقتنا الى مني بعتها ما عاد لي مكان في الدير، وش اقعد له؟ تبيع يعني جزء منه، انت تقول كبيره خطط. ما انا ما عيني ابيعها، بعطيكها بعطيكها انت هديه. خلاص انا اللي اعطيتني اياه وانا ببيعه، ما انا بخليته. لا يطلق لطم جنب صفحك هو تبيعينه. شنو تعطيني اياه وانا ما انا يعني ما مهرم فيك، يعني مهرم فيك. ايش فايدته انا بشتري سلسال علشان العرس؟ وين انا منين منين فلوس؟ اسمعي انا انا معي طقمين ذهب حق المسابقه هذيك عرفتيها؟ هبعطيك اعطيك الطقمين وباسمك يا رحمه. طيب فستان ابغى اشتري، هب لي فستان شو اسمها المسلمين بيجون يحضرون الزواج. ترى احنا ما عندنا زواج على فكره، زواج نساء ما في، بس رجال. ابو حنش تقول ما احنا ما ما يحطون حفله للحريم، بس الزواج الرجال. حقهم ماشي عند الحريم، ماشي نسوان، ما له رجال، ما له هي وعمامها واخو، يعني ذبيحتين ثلاثه بالكثير تسدهم. ما يكل لك عشر والله ما يكل عندي، وفي استراحه بغي ولا قصره. ترى ما اسمع خويك اللي جنبي يا ابو الصابح. والله زوالي ناخذها واحده من 30 ريال الساعه. يوم كامل ب 20. والله اي والله ايش كامل. طيب متى زواجنا؟ جت لك بعد شهرين يا سعيد، بس انت عسى الله يا مرك. احنا نشي رجال. باقي اتعصر اتعصر واجمع لي كم قرش وان شاء الله بالعافيه. اشرب ايش تشربي الحين؟ اشرب قهوه سوداء. ترى اذا تزوجنا تبي تجيب لي قهوه سوداء كل الصبح. على الطلاق ما تطب بيتي. ها؟ ما تطب بيتي. ليش؟ عشان سوداء يعني؟ ليش العنصريه هذه ما تبغى للبيضة؟ ما نحن ما نشرب الا قهوه عربي، خلي قهوه الاجانب لا تقعد الاجانب. القهوه العربي مزروعه بالهند، ليش صارت قهوه عربي؟ لا 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 هي في اليمن. عندك المزرعه الخولاني. عادي لو بغيت تزرع ارضنا. ايوه تمام اتفقنا. تبي شو سوى؟ طيب ايش حناكل يعني؟ ما راح يجي. والله على حسب. هلأ. الغداء ثواني يا سعيد سام. ماشي زحمه الله يلقيك خير. عندي عبايات وحنا ما عندي شاهي. وش دخلك في العباية؟ دخل في اذنك 160 جني يا حبي لعينك الله يسعد. لا والله ما حنش حريم يعني. تقول للرجال يا حبي لعينك. مو ما سلمت؟ اي الله يسعدك. لا والله ما بنزل. تخيل البنت مرون علي بالمحل، عندي شاهي وقهوه اليوم شغل عوايل. لا ان شاء الله ايش دعوه. يا ابني شي لخلخه هنا اسبوبيه بالتيك توك. تقول ذاك الرجل جنبها الزبون نفس سناب يا حبي لعينك. جاني عريس يا سعيد. سعيد جاني عريس. يعني دريت من يوم تقولين له يا حبي لعينك تحب حبه ركبك. رحنا عليك خلاص. الله يعمر بيتكم ان شاء الله يرزقكم الذريه الصالحه. يقول اعطيني رقم ابوك اعطيه. خلي يبدي بوجهه، خلي يبدي بوجهه. خلي ايش؟ خلي يبدي بوجهه اشوف. يوريك وجهه؟ لا ما ودي اطلعه. ابشر ابشر يا عبد الله. قسم بالله العظيم اني باخذها والله على سنه الله ورسوله، شرف لي وعز. اسمع تسمع؟ اقول تعال هلك ضروسك. الا نعم. قلت تعال هلك ضروسك. والله العظيم اني ابيها بس عيت. لا ما عيت بس انا حفله حفله بس. حفله حفله يا ابي ترقد رجال. الله يستر عليكم ترون شيء. وياك يا رب يا هلا والله. الله اكبر ما شلنا تبان كله. ها؟ والله ما ادري انا صارت. سعيد شفت هذا اللي يجمع فلوس؟ ها؟ يجون المسلمين ياخذون رزقه. حنشل علينا يا سعيد، نبي نسوي عرس بالجنوب. نبي خبوبيه لا تركبين السياره يجيكي حضر. اندري 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 اندري. لا يجي حضر اذا حطيته وانا اسوق. طيب ان الصينيين ما يعرفون بيلخلخون كل الشياطين. اي والله ما هيك شر منهم.
طيب انت سالتيني قبيله قلتي تبغي وش ناكل الا من تزوجنا؟ هاي اسمعي انا في دار روحك، انا بعلمك بالجدول حقنا. يلا. فالعاده الى من يصبح تصبح انا وامي نسوي لنا فته قرص ونفته و... ايوه نحطه فوق حلو. السمن ولا ان كان شيء معنا عسل كذي انا. حلو. الصبح فته والظهر؟ ايوه. قطع الله روحي. هو الظهير الى من جاء على حسب. يا الله حيو. يا هلا والله. وينك انت؟ ترحب في المفروض معاه. يلا نشوفك على خير. ابشر ثواني ثواني خل. هلا هلا. دقيقة يا جماعة زبون ماشي. سمعتوا ياكم انت؟ وبد والله ظهير الى من امسينا. اسوي. اصبر اصبر لازم نتفق على الجدول انا وياك ما ت... ما ت... ما قلتي كل ما قعدت اقتعست. يا شياطين والضيع اقول يا شياطين. يا اخوة لا تنسون المسابقة السحب بعد 4 ايام ان شاء الله على سبيكتين ذهب ومبلغ 1000 ريال وطقمين ذهب. تضيفني في السناب الشروط تضيفني في السناب وتشترك في النجمة حقت اللايف. اليوم ما شاء الله فازوا معنا 2 بسبيكتين و2 فازوا بمبالغ مالية. اليوم بدأت المسابقة؟ ايوه سحبت اليوم ظهيرة. بالله؟ اي والله. فاز معنا واحد من غامدي بسبيكه ذهب. ونعم. واحد اسمها لولو. تستاهل. سبيكه ذهب. يستاهلون. وايش اثنين والله نسيت اساميهم. ايه. من 250 250. يستاهلون. اي والله. سعيد انت يمني ايوه من صعد هنا. الله من بعد الهروج يكوه يا كبدي. كيف المس يا عيال 34 ورده دخيلكم. دخيلكم افتحوا الدبل وجه الله عليكم. يكو يا الهروج يشوفون لقابية الزهراني وينشدون هل انت يمني؟ هل انت ضفعه؟ خذها خذها مع ذا الصبح. جني الضيعه. شويك لك. هرجك يمني هاب شحمه وانقلع لا وطي في قصه علي الطلاق لا وطي في قصه لا خلي الليل دي كله يسري فوق راسك. هاي عليك تي تقول لا دي شكلها سوري لك شو بدعمي تكبر قلبي قبروك ان شاء الله. هو زعلان يا سعود من بعد الهروج. الدبل الدبل دخيلكم انفخوها في الدبل. الدبل دخيلكم. يا ربعي الدبل وجه الله عليكم تحاوشوا. ابو حنش. هو يا عمر هويت الضيعه. هويت هبلي يحب عبد الله الله يجعلني قبلك. عبد الله الله يجعلني فدا روحك وعظامك. انا فدا مشاشك ورب البيت. انت لبناني؟ اي لكان. انا هني في الديره مطبزن. انا هني في الديره في رغدان ان كنا قريبين من رنا. هم يمطون اخر اخر حرف يمطونه. اي قول بقى مره ثانيه لك شو ابن عمي. ها وينكم؟ لك حنا في الضيعه. نحن في غابه رغدان. نعم. ان كنا قريبين عود علينا. لك شو بدك كوبايه شاهي ابن عمي؟ والله ودي بكاسه شاهي. اي والله. كيف يا فيصل؟ وش شروط المسابقة؟ البث علق. علق يلا ودعناك. ابو حنش. ادخل ادخل البث ادخل المح. انا اسمع الصوت حقها. علقت الجولة وعلقت الكومنتات وعلق وشي لخلخة. هوي طيب علق عندي انا. وقف عندنا. اي ارحبي يا خبوبيه. والله ما عاد ابصر ولا حبه. يا 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 خبوبيه يا بنت يا بنت اسس ما ترد الشيطان.
اخاف افلح ما عاد اصبر خلنا نقعد في حراره شويه. يا ولد يا خبوبيه عليك الكرسي حقها ترى ما هو بكرسي ذي من دخل يطبق كذي من القماش فنان والله فنان ترى ذي غالي ذي من فوق ال 120 المح 120 يبو اكواب اللي في التكايات ايوه يا سلام وصلت حق اللي عند البحر ايوه اللي يصيد اللي ايوه اللي كذي تمد كراعك وكذي تتكي كل المنطقة اطلق عجالك ذا اليوم يومك يومك يا علي انا ايش كنت انا فيهم اسمعي يا خبوبية اسمع انا علق عندي ابرجع وازيد عقد ها اسمع تسمعني الحين الشيطان ولا لا